بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخواني الطلبة، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. معكم إن شاء الله حكون مهندس فتحي أبو فاعود، مدرسا لمساق أنظمة تكييف الهواء. بداية نتعرف على مكونات المساق. طبعا هذا المساق أنظمة تكييف الهواء مهم جدا، حيث أنه يساعد على الفهم الصحيح لأنظمة ومعدات تكييف الهواء وتطبيقاتها وتصنيفاتها، تمام، والمعايير المستخدمة لاختيار نظام التكييف المناسب. المساق يتكون من تقريبا من 10 وحدات. سنحاول أن نغطي الوحدات الأساسية والمهمة في هذا المساق. الوحدات الثلاث الأولى وهي أو المحور الأول للمساق يتكلم عن تصنيف أنظمة تكييف الهواء وتطبيقاتها المختلفة. ففي هذه الوحدة نعطي شرحا مبسطا عن تصنيف أنظمة تكييف الهواء حسب مجال التطبيق. الوحدة الثانية تعطي شرحا مفصلا عن أنظمة تكييف الهواء. إذن في البداية نتعرف على أنظمة تكييف الهواء، وفي الفصل ثانيا نفصل هذه الأنظمة تفصيلا. أما في الوحدة الثالثة سنتكلم عن أنظمة التكييف المركزي وتطبيقاتها. أما المحور الثاني للمساق فيتكلم عن معدات تكييف الهواء، مثلا الوحدة مناولة الهواء، أبراج التبريد، الغلايات، السخانات، مبردات المياه. سنتعرف على وظائف هذه الوحدات وأداؤها وكيف يتم اختيار هذه الوحدات. في الوحدة الأخيرة إن شاء الله سنتعرف عن أنواع المراوح والمضخات المستخدمة في مجال التبريد والتكييف وكيف يتم اختيارها. بداية سنتعرف على الوحدة الأولى، هي تصنيف أنظمة تكييف الهواء. ما هي الأهداف التفصيلية لهذه الوحدة؟ أولاً معرفة أنظمة التكييف حسب النوع، في عندنا أنظمة تكييف أحادية وأنظمة تكييف مركزية. ثانياً معرفة أنظمة التكييف حسب مجال التطبيق، في عندنا أنظمة تكييف للتطبيقات السكنية، أنظمة تكييف للتطبيقات التجارية، وأنظمة تكييف للتطبيقات الصناعية. هنشوف ما هي أنظمة التكييف التي يمكن أن تكون مناسبة للتطبيقات السكنية أو مناسبة للتطبيقات التجارية أو مناسبة للتطبيقات الصناعية. ثالثا سنتعرف ما هي الاعتبارات التي يمكن أن نأخذها بعين الاعتبار خلال اختيار نظام التكييف المناسب لأي تطبيق أو لتطبيق معين. بداية مقدمة، ما هو تكييف الهواء؟ تكييف الهواء عبارة عن التحكم في درجة حرارة الهواء. أنا بدي أتحكم في درجة حرارة الهواء وأتحكم في الرطوبة ونقاوة الهواء لأحصل على وسط مريح في جميع الفصول، سواء كان في الصيف للتبريد أو الشتاء للتدفئة. عادة يتم تصنيف أنظمة تكييف الهواء طبقا لمعايير. ما هي هذه المعايير؟ النظام المستخدم والساعات التبريدية. يعني في عندي أكثر من نظام تبريد،
كل نظام له ساعة تبريدية خاصة به. سنتعرف على هذه الأنظمة وعلى ساعاتها التبريدية. في هذا الفصل إن شاء الله سيتم تصنيف أنظمة التكييف تبعا لمعيارين. المعيار الأول نظام التكييف، والآخر مجال التطبيق إن شاء الله. تصنيف أنظمة التكييف على حسب النظام. أنا ممكن أصنف أجهزة التكييف على النحو التالي: أنظمة التكييف الأحادية وأنظمة التكييف المركزية. هنشوف ما هي أنظمة التكييف الأحادية وما هي أنظمة التكييف المركزية. طبعا أنظمة التكييف الأحادية لها أنواع، وأنظمة التكييف المركزية لها أنواع. سنتعرف على هذه الأنواع إن شاء الله. إذن بداية هنصنف أنظمة التكييف على حسب نوع النظام. عندي أنا نظام تكييف أحادي ونظام تكييف مركزي. بداية أنظمة التكييف الأحادية، رقم واحد وحدة شباك اللي هو المكيف الشباكي. مكيف الشباكي or window unit. ايش هو المكيف الشباكي؟ عبارة عن وحدة مصممة للتركيب في الشباك او في الحائط زي ما احنا شايفين في الصورة. هذه هي وحدة شباكية مركبة على حائط أو شباك. طبعا لتوفير ظروف الراحة داخل المكان المرتب. طبعا أنا فيش عندي هنا مسالك هوائية، يعني أنا بركبها مباشرة على الحائط أو على الشباك، تمام؟ فبتدفع لي هواء بارد للحيز المراد إيش؟ تكييفه. طب من إيش تتكون وحدة التبريد أو وحدة الشباك؟ تتكون من ملف تبريد اللي هو المبخر، ومكثف، وضاغط، وأنبوب شعاعي. طبعا لو احنا رجعنا نتعرف على مكونات شوف الستايل اللي بعده. أي وحدة تبريد تتكون من مبخر ومكثف وضاغط وصمام التمدد. في المكيف الشباكي تكون هذه المكونات موجودة في مكان واحد فقط، يعني داخل هذا الشباك يكون موجود الضاغط والمبخر والمكثف والانبوب الشعاعي. طبعا ممكن تحتوي على سخان كهربائي للتدفئة لو انا عاوز استخدمها في الشتاء للتدفئة، في الصيف للتبريد. السعة التبريدية لهذه الأنظمة او لهذا المكيف تتراوح بين 1 طن تبريد الى 2 طن تبريد. 1 طن تبريد تعني 12,000 BTU، و 8 طن تبريد تعني 24,000 BTU. هي وحدة تبريد بريطانية، يعني المكيف لو لقيت عليه مكتوب 12,000 BTU معناه هذا 1 طن تبريد، 2 طن تبريد 24,000 BTU، كل طن تبريد يساوي 12,000 BTU. إذن وحدة الشباك أو الوحدة الشباكية أو المكيف الشباكي، تمام، هي وحدة مصممة للتركيب في الشباك أو الحائط. طبعا هذه الوحدة تتكون من ضاغط وملف تبريد ملف تبريد ومكثف
وأنبوب شعاعي، كلهم بيكونوا موجودين في إيش؟ المكيف، غير مفصولين عن بعض. يعني لو جينا شفنا صورة أخرى، هذا المكيف الشبكي من الداخل، في عندي أنا ضاغط والمبخر والمكثف والمروحة، في عندي هنا فلتر لتنقية الهواء. هذا طبعا كله بيتركب على الحائط أو إيش؟ على الشباك. من هنا أنا بحصل على إيش؟ الهواء البارد. كيف بحصل على الهواء البارد؟ في عندي دورة تبريد. قلنا أي دورة تبريد نرجع تتكون من مبخر ومكثف وضاغط ومبخر، أسف صمام تمدد، هذه تعتبر دورة تبريد. هنا في عند الهواء الساخن بتم عملية تبادل حراري بينه وبين المبخر، فبحصل على هواء بارد. هذا الهواء البارد هو اللي بإيش بيروح عندي على الغرفة. إذا في عندي أنا دورة التبريد تتكون من ضاغط ومبخر ومكثف وصمام تبريد. عندي المروحة هذه لدفع الهواء، لدفع الهواء إيش؟ البارد. طب لو أنا حصلت على الهواء البارد، حصلت على الهواء البارد بعملية تبادل حراري بين الهواء الخارجي والهواء بين الهواء والإيش؟ والمبخر. تمام، فأنا بدفع الهواء داخل الغرفة. طبعا في عندي هنا مرشح أو فلتر لتنقية إيش؟ الهواء، لازم يكون عندي هواء نقي. هذه أنظمة إيش؟ التكييف الشباكية أو وحدة الشباك أو المكيف الشباكي. طبعا السعة التبريدية تتراوح بين 1 طن تبريد إلى إيش؟ 2 طن، 2 طن تبريد. طبعا في الوحدة التالية سنفصل هذه إيش؟ الوحدات إن شاء الله. الوحدة التي تليها هي تعتبر اللي هي من أنظمة التكييف الأحادية، اللي هي السبليت يونت أو الوحدة المجزأة. طبعا هنا من اسمها وحدة مجزأة، إذا تتكون من وحدتين، وحدة داخلية ووحدة خارجية. طب إيش مكونات الوحدة الداخلية وإيش مكونات إيش الوحدة الخارجية؟ طبعا هنا زي ما شايفين من الشكل، الوحدة الخارجية تتكون من مروحة ومكثف والضاغط، أيضا ممكن يكون في عندي صمام التمدد. هذا كله بيكون موجود إيش في الوحدة الخارجية. طب إيش الوحدة الداخلية فيها؟ الوحدة الداخلية ممكن يكون فيها ملف التبريد، أو يكون فيها ملف التبريد اللي هو المبخر، ومروحة لتوزيع الهواء داخل الغرفة، وممكن يكون فيها سخان كهربائي طبعا لإيش لاستخدامه في التدفئة. وممكن برضو يكون الصمام التمدد إما موجود في المحضة الخارجية أو إيش في الوحدة الداخلية. تمام، والوحدة الخارجية زي ما قلنا بتتكون من ضاغط ومروحة والمكثف، طبعا المروحة لطرد الحرارة. طبعا هذه الوحدات المجزأة ساعتها التبريدية تتراوح بين 1 طن تبريد إلى 4 طن تبريد. تمام، أما المكيف الشباكي تتراوح ساعته بين 1 طن تبريد إلى 2 طن تبريد. طبعا في عندي فرق في الساعة. لو أنا في تطبيق محتاج 3 طن تبريد بينفعش أركب مكيف شباكي، غرفة محتاج إلها 4 طن تبريد ممكن أنا أستخدم وحدة مجزأة، مينفعش أستخدم وحدة شباكية، لأن وحدة شباكية تتراوح قدرتها بين 1 طن تبريد إلى 2 طن تبريد. تمام، إذا الوحدة المجزأة تتكون من وحدتين، عندي أنا وحدة داخلية ووحدة خارجية. داخلية هذه بتكون يعني داخل حيز المكيف، يعني بتكون موجودة في الغرفة. والوحدة الخارجية بتكون خارج الحيز المكيف،
خارج الغرفة يعني. الوحدة الداخلية بتكون من ايش يا شباب؟ بتكون من ملف التبريد اللي هو المبخر ومروحة. واحيانا بكون موجود عند صمام التمدد داخل الوحدة الداخلية. تمام؟ اما الوحدة الخارجية، الوحدة الخارجية زي ما قلنا بتكون خارج الحيز المخيل. الوحدة الخارجية بكون في داخلها اللي هو الضاغط والمروحة والمكثف. سعة التبريد تتراوح بين 1 طن تبريد إلى 4 طن تبريد. إذن أنظمة التكييف الأحادية، تعرفنا على المكيف الشباكي، بعدين تعرفنا على الوحدة المجزأة أو split unit. هذه تعتبر أنظمة تكييف إيش؟ أحادية. برضو عندي من أنظمة التكييف الأحادية اللي هي الوحدات المجمعة أو الباكج يونت. هذا طبعا يا شباب الوحدات المجمعة أو الباكج يونت شبيهة في التركيب إلى إيش؟ الوحدة الشباكية. كيف يعني شبيهة بالتركيب بالوحدة الشباكية؟ بمعنى إنه المبخر والضاغط والمكثف والمروحة وصمام التبدد بيكونوا في نفس المكان، مش مجزئين زي الوحدة المجزأة في عنده وحدة خارجية ووحدة داخلية، لا أنا كلهم بيكونوا موجودين في نفس المكان. طبعا ممكن تكون بشكل أفقي أو بشكل إيش؟ رأسي، حسب طبعا المكان المتاح للتركيب. يعني في عندي أماكن أنا مينفعش أركب فيها أفقي، ممكن يكون مكان ضيق، ممكن أستخدم إيش؟ وحدة رأسية. تمام؟ طبعا هذه الوحدات اللي هي الوحدات المجمعة، الوحدات المجمعة هذه يا شباب بتمتاز بساعات تبريد كبيرة وبتواجد بالمكثف المائي أو الهوائي. إيش معنى الكلام هذا؟ إنه في عندي مكثف مائي أو هوائي، يعني أنا هنا ممكن أحصل أو ممكن هنا أحصل على الهواء البارد من خلال الماء أو الهواء، يعني أنا ممكن أبرد هنا، يعني ممكن الوحدة المجمعة هذه تبرد لي هواء والهواء هذا أدفعه على الحيز المكيف، أو ممكن أبرد ماء والمية هذا أدفعها على وحدة مناولة هواء. في وحدة مناولة الهواء بتم عملية تبادل حراري بين المية، تمام، وملف التبريد، فبحصل هنا على الهواء البارد. في الفصول اللي قدام إن شاء الله حنحاول نفصل هذا الكلام. إذا في عندنا مكثف هوائي ومكثف مائي، يعني أنا ممكن الوحدة المجمعة هذه، طبعا هذه غالبا تستخدم في الوحدات في القطاعات الصناعية. إذا الوحدات المجمعة هذه يا شباب ممكن تكون بشكل أفقي أو بشكل إيش؟ عمودي، حسب طبعا المكان المتاح للتركيب. طبعا قلنا هي شبيهة بالوحدة الشباكية. ليش شبيهة بالوحدة الشباكية يا شباب؟ لأنه قلنا إنه المكثف في الوحدة طبعا المجمع، المكثف والضاغط والمبخر وصمام التمدد كلهم بيكونوا في نفس المكان، مش مجزئين زي الوحدة المجزأة. بس بتختلف عن الوحدة الشباكية، إنها بتمتاز بساعات تبريد إيش؟ كبيرة. تمام؟ إن شاء الله في الفصل القادم سنفصل الوحدات المجمعة. الوحدة اللي بعدها اللي هي الوحدة السقفية. إيش هي الوحدة السقفية؟ يا شباب نفس هي تقريبا الوحدة المجمعة، بس لكن بتكون موجودة على الأسقف. يعني الوحدة المجمعة ممكن تكون موجودة على السطح وممكن تكون موجودة على الأرض. تمام؟ أما الوحدات السقفية بتكون موجودة بس على إيش؟ على أسقف المباني، على أسقف إيش؟ المباني، على أسقف المباني. تمام؟ طبعاً هذه وحدات السقفية، يعني هنا عندنا أنا وحدة سقفية، هذه صورة من مستشفى غزة الأوروبي. طبعاً هذه الوحدة السقفية بتكون موصولة على وحدة مناولة هواء، يعني هذه الوحدة السقفية بتبرد الهواء، والهواء هذا بدفعه أنا على وحدة مناولة هواء، وحدة مناولة الهواء هذه بتوزع للهواء داخل الغرف. أو ممكن هذه الوحدة السقفية يا شباب تبرد للمية، والمية هذا أنا بدفعها على وحدة إيش؟ مناولة الهواء،
ووحدة مناولة الهواء بحصل منها على إيش؟ على هواء بارد. الهواء البارد هذا بدفعه على إيش؟ أو بوزعه على إيش؟ على الغرف. تمام. هنا بقول لي يا شباب في الوحدة السقفية الضاغط والمكثف بيكون مفصول في حاجز، يعني هنا أنا في عندي حاجز. تمام. المنطقة هذه بيكون فيها مين؟ بيكون فيها المكثف والضاغط، والمنطقة هذه بيكون فيها إيش؟ المبخر وصمام التمدد أو وسيلة التمدد. تمام. في عندي حاجز بفصل بين إيش؟ بين الضاغط والمكثف. أو آسف، هنا بكون عندي أنا الضاغط والمكثف مفصول بحاجز عن مين؟ عن باقي الوحدة اللي هو المبخر ووسيلة التمدد. تمام. إذا الوحدة الصفقية، طبعا هذه يا شباب الوحدة الصفقية والوحدة المجزأة أو مجمع، آسف، الباكج يونت تمتاز بوحدات تبريد إيش؟ عالي جدا. تمام. بتكون موجودة أو على أسطح المباني، عشان هيك أنا بسميها وحدة سقفية. تمام. هي شبيهة طبعا بالوحدة المجمعة اللي الباكج يونت، بس الباكج يونت ممكن لا يتم تركيبها على أسطح المباني. برضو من أنظمة التكييف الأحادية عندي هنا إيش؟ المضخة الحرارية. إيش يعني مضخة حرارية؟ أي وحدة تبريد يا جماعة الخير تستخدم للتبريد والتدفئة بنسميها إيش؟ مضخة حرارية. تمام. يعني السبليت يونت أو الوحدة المجزأة، سواء أنا استخدمتها في الصيف للتبريد أو في الشتاء للتدفئة، أنا بسميها إيش؟ مضخة حرارية، هيت بامب. طب كيف انا بستخدم او كيف بتتم عملية التبريد وكيف بتتم عملية التسليم؟ طبعا هذا هنفصل الكلام ان شاء الله في الوحدات الجاية، بس يعني بشكل مختصر انا بستخدم هنا صمام عكسي reversing valve. الصمام العكسي هذا بيعكس لدورة التبريد. كيف يعني بيعكس لدورة التبريد؟ يعني المبخر بصير مكثف والمكثف بصير ايش؟ مبخر. وغالبا اللي بكون داخل الحيز المراد تكييفه بكون مين؟ مبخر. لو صار مكثف، تمام، اذا هنا انا هنا هحصل على تدفئه. لو كان مبخر الموجود داخل الحيز المكيف، هنا بحصل على تبريد. يعني هنا على سبيل المثال في الصيف انا بدي هواء بارد، اذا اللي بكون داخل الحيز المكيف انا ملف تبريد اللي هو المبخر، اللي بكون خارج اللي هو بده يكون ايش؟ مكثف او ملف تسخين او ملف بنسميه بشكل عام، سواء كان مبخر او مكثف، يعني هذا بنسميه ملف تبريد وهذا بنسميه ملف تسخين. تمام. طب في الشتاء هنا بده يكون داخل الحيز المكيف المكثف، لانه في عندي صمام قلب لي او عكس للدوره، المكثف صار مبخر والمبخر صار مكثف. اذا في الشتاء انا بحصل على هواء ساخن، وفي الصيف بحصل على هواء بارد. هذا طبعا شكل من أشكال المضخات الحرارية. طبعا يا شباب المضخة الحرارية هذه ممكن تبرد للهواء أو تبرد للمية، وممكن تسخن للهواء أو تسخن للمية. يعني ممكن أستخدمها أنا إيش؟ يعني في إحدى التطبيقات في قطاع غزة مستخدمين مضخة حرارية في الكابيتال مول، برضو ممكن يستخدموها في المسابح، يعني أسخن المية استخدام أنا مضخة حرارية بسخن مية. إذا نرجع نقول المضخة الحرارية هي عبارة عن وحدة تبريد تستخدم لنقل الحرارة من مكان إلى مكان آخر، سواء كانت تبريد أو تدفئة. تدفئة في الشتاء وتبريد في الصيف. تمام. كيف بتم عملية التبريد والتدفئة؟ بتتم عملية التبريد والتدفئة عن طريق عكس الدورة. كيف يعني عكس الدورة؟ أي دورة تبريد قلنا يا شباب تتكون من ضاغط ومكثف ومبخر وصمام تمدد. تمام. في وضع التبريد المبخر مبخر والمكثف مكثف، وفي عند ضاغط صمام تمدد. المكثف بكون خارج الحيز المكيف والمبخر بكون داخل الحيز المكيف في وضع التبريد. أما في وضع التسخين أو في وضع التدفئة
الصمام بيعكس لي الدورة، تمام يا شباب؟ الصمام بيعكس لي الدورة، يعني بصير عندي أنا المبخر بكون خارج الحيز المكيف والمكتف بكون داخل الحيز المكيف، تمام؟ فبحصل على إيش؟ الهواء الساخن. طبعاً المضخات الحرارية ساعتها التبريدية تتراوح بين 1 طن تبريد إلى 25 طن تبريد، سواء كان تبريد أو تدفئة. نرجع لأنظمة التكييف الأحادية، آخر نظام عندي اللي هو إيش يا شباب؟ المبرد التبخيري. إيش هو المبرد التبخيري؟ مبرد التبخير اللي هو المكيف الصحراوي. طب من إيش بيتكون هذا المكيف الصحراوي؟ في عنده غرفة، غرفة، الغرفة هذه بيكون عليها هاي زي ما احنا شايفين هنا، جانب من جوانبها مركب عليه مادة حشو من شارة خشب الأسبل، في عنده مروحة وفي عنده مضخة، مضخة المية. الحين المية هذه أنا بضخها على شارة الخشب هذه فبتترطب، تمام يا شباب؟ فأنا من خلال المضخة هذه، تمام، بسحب الهواء اللي موجود في الغرفة هذه اللي هو حيكون بارد فعليا لأنه في عندي أنا خشب، شارة خشب، والمادة هذه صارت ايش؟ مرطبة، في برودة يعني، فأنا بسحب الهواء البارد هذا وبدفعه ايش؟ على الغرفة، في عندنا طبعا شفرات لتوجيه الهواء. نرجع تاني، المكيف التبخيري أو المبرد التبخيري من ايش بتكون؟ بتكون عندي مروحة، طبعا هنا عندي اللي هو الغرفة هذا والجسم تبع المكيف، في عندي مروحة عشان تتفعل الهواء داخل الغرفة وبرضه تسحب الهواء من برا اللي بده برده. في عندي جانب من جوانب الجسم هذا في عندي ايش؟ قش او برادة خشب، تمام، وفي عندي مضخة، المضخة هذه بتضخ المية على ايش؟ على القش هذا او برادة الخشب هذه، تمام. فبرادة الخشب هذه يا شباب ايش بصير فيها؟ بترطب، بصير عندي في عندي برودة. فالمروحة هذه اللي بتجيب الهواء من برا بصير في عندي عملية تبادل حراري، خلينا نقول بين الهواء اللي أنا سحبته من برا وبين إيش؟ القش البارد هنا، فبحصل على هواء بارد. الهواء البارد هذا أنا بدفعه داخل إيش؟ الغرفة اللي أنا إيش؟ بدي أبردها. في عندي طبعا هنا شفرات لتوجيه الهواء، تمام، بتحكم فيها يدويا ممكن، وفي عندي يا شباب ممكن يكون هنا فلتر لتنقية الهواء. يعني أنا لو شفنا فيديو قصير، هاي يا شباب، يعني هنا اللي بكتير جدا، هذا هو مكيف صحراوي، نشوف مثلا من ايش تركيبه ومن ايش تركب وايش مكوناته. في عندي يا شباب زي ما قلنا في احدى الجوانب بيكون في عليها انشارة الخشب هذه، هاي زي ما احنا شايفين، وفي عند المروحة هذه اللي تسحب الهواء خارجي وتبرده وتدفع ليها داخل الغرفة. في عندي هنا مضخة، مضخة مياه، ليش؟ عشان تبلل أجزاء مين؟ القش هذا زي ما احنا شايفين، على كل أجزاء ايش؟ على كل الأجزاء بتبلل لي أو بترطب لي اياه، طب بدي يصير بارد هذا. فأنا عن طريق المضخة هذه بسحب الهواء اللي برا، تمام، فبتتم عملية تبادل حراري بين الهواء وايش؟ والقش هذا، فبحصل على الهواء بارد، تمام؟ لأنه هذا القش بارد فعليا، فبحصل على هواء بارد. الهواء البارد هذا برضه المروحة اللي بتدفع لي ايش؟ المروحة الطاردة المركزية هذه بتدفع لي اياه داخل ايش؟ الغرفة، بحصل على هواء ايش؟ بارد. يعني هذا أبسط شيء، برضه هذا الكلام حنفصله إن شاء الله في الوحدات اللي جاي إن شاء الله. هذا بالنسبة لأنظمة التكييف الأحادية. أنظمة التكييف الأحادية، إذا أنا قلنا أنظمة التكييف
ممكن انا اصنفها على حسب ايش؟ انظمة تكييف احادية او انظمة تكييف مركزية. احنا هيك صنفنا انظمة تكييف ايش؟ الاحادية، حسب نوع النظام اللي عندي، نظام احادي. تعرفنا على وحدة الشباك، وهنا كان في شرح سريع لوحدة الشباكية. بعدين تكلمنا عن الوحدة المجزأة السبليت يونت، بعدين تكلمنا عن الوحدة المجمعة الباكج يونت. هذه تعتبر كلها أنظمة تكييف أحادية يا شباب. وفي عند الوحدة السقفية تعتبر أنظمة تكييف أحادية برضه. وفي عنا المضخة الحرارية تعتبر أنظمة تكييف أحادية. وفي عند المبرد التبخيري أو المكيف الصحراوي، تمام، يعتبر أنظمة تكييف أحادية، تمام. هذه تعتبر كلها إيش؟ أنظمة تكييف أحادية. إن شاء الله في المحاضرة القادمة هنتكلم عن أنظمة التكييف المركزية، طبعا هنكون بشكل سريع لأنه هنفصله إن شاء الله الكلام هذا في الوحدة الثالثة إن شاء الله، تمام يا شباب. الله يعطيكم العافية.